في عناوين هذه النشرة: فلسطين فوق الأرض في أكبر مسيرات يوم الأرض. يؤكد اليوم أن كل المؤامرات التي تستهدف القدس وشطب حق العودة لن تمر إن شاء الله. بري اعتقل النواب لإقرار الموازنة ومنعهم من بيت الخلاء. عيب نقول هيك تراي. تحالفات التيار لا تركب على قوس قزح. ونحن على الوعد يا صاحب الوعد الصادق يلي ما بحياتك خليت بوعدك. غطاس خوري للجديد لا نية لمحاصرة بري. ما في حدا ممكن يستهدف الرئيس بري لأنه الرئيس بري له حيثية سياسية مستقلة. ميقاتي يقترح وقف المخصصات، فمن يوافق؟ في نواب حقيقة يعني فقراء. حلقة فضل شاكر تثير الرأي العام، بماذا يرد الحطم؟ فضل شاكر بالمحكمة العسكرية الحكم اللي طلع عليه برأوا من تهمة قتل العسكريين. حبك يا لبنان يا وطني حبك. والسوشيال ميديا تنقسم على ظهور الفنان المتهم. وفي الفن الخبر إلي صعب لوتان. لبنان فخور فيك اليوم إلي. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. على أرض الصليب ودرب الشوك التي سار عليها المسيح وفي يوم حزن أمه كانت الجمعة العظيمة عظيمة. مشى أهل الأرض ليقولوا إنهم أصحابها. سقط منهم في الطريق 7 شهداء و600 جريح وتابع السائرون مسيرتهم برصاص فوق الرؤوس لكن بجباه مرفوعة. هي كبرى التظاهرات حشدا بين ضفة وقطاع وقد اتخذت اسم مسيرات العودة التي ستبلغ ذروتها في 14 من أيار مايو المقبل تاريخ ذكرى النكبة وهو الموعد المعلن لنقل مبنى السفارة الأمريكية إلى القدس. فلا دولة ولا قرار عربي ولا وعد أمريكي سيحرك قضيتهم مثلما تفعل أقدامهم التي أثبتت اليوم أنها أقوى وأكثر ثباتاً من أدمغة كبار العرب. وبعضهم يدلل أمريكا التي تسحب منه عصب ماله ثم تسحب له قانون جاستا سلاحاً من جديد. وحدهم الفلسطينيون يأخذون حقهم بخبطة قدم، يتظاهرون ويمشون نحو البيوت التي أصبحت مستوطنات ويحفرون على الأرض ذكرى يوم الأرض التي سيرجعون إليها يوما. وعلى الأرض الانتخابية اللبنانية المشلعة دخل اليوم النائب وليد جملاط ليفتح جبهة ما بعد 7 أيار ويعلن أن هناك استهدافا واضحا للرئيس نبيه بري من قبل التيار العوني بتناغم مع الحريري. هذا المعطى دفع رئيس الحكومة إلى الاتصال برئيس المجلس وفق ما أعلن للجديد وزير الثقافة غطاس خوري وقال لا أحد يستطيع أن يستهدف بري لا سيما في معركة رئاسة المجلس ولا نية لإطاحته. ورد خوري على كلام جنبلاط من أن جبران باسيل حاكم بأمره والحريري لا يرفض له طلبا قائلا إن هناك تسوية في البلد أنتجت التركيبة الحالية وما في ضرورة نخربط الأمور. وعلى الدروب المؤدية إلى الانتخابات مفرزة سباقة كشفت اليوم على طريق السيد حسن نصر الله التي أعلن مرارا أنه سيجازف ويزورها لو اقتضى الأمر دعما للائحة حزب الله في بعلبك الهرمل. لكن الدبلوماسية العربية سبقت نصر الله
إذ زار القائم بأعمال السفارة السعودية الوزير المفوض وليد البخاري والسفير الإماراتي حمد الشامسي مدينة بعلبك، حيث عاينا جوامع وآثارات، صليا الجمعة وغادرا بصمت مدون لا يشبه وقع الزيارة. نواب الأمة من مشرعين إلى تلامذة معتقلين. وسط مشهد الكراسي الخاوية دخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لافتتاح جلسة الموازنة. رئيس الحكومة سعد الحريري نفسه تأخر فأرسل بري في طلبه. تتابع الجلسة الكلمة لمعالي وزير المالية. حضر الحريري وإن متأخراً، غير أن عدداً كبيراً من النواب لم يرى هناك حاجة إلى المشاركة في جلسة التصويت على الموازنة، وكأنها ليست أحد أهم أعمال المجلس النيابي. حكي حال حطينا وزير المالية يحكي. الغياب استدعى تدخلا. رئيس بري طلب من رؤساء الكتل النيابية إلى استدعاء نوابهم لاستكمال الجلسة. علقت الجلسة لحوالي ربع ساعة إلى أن تأمن النصاب مشددا واستأنف مجلس النواب مناقشة الموازنة. وعندها أوقف الرئيس بري حارسين على المدخلين المؤديين إلى القاعة، قاعة مجلس النواب، من أجل عدم خروج النواب. وقف الحراس وتحول النواب إلى سجناء في القاعة، ومن كان حاضرا إراديا دفع ثمن استهتار المرغم. هلا ما حصل بالأمس أمر مؤسف، يعني أنا عم بحكي عن زملائي، ولكن العذر هو إنه هلا نحن بفترة الانتخابات، وبالتالي أكترية النواب مش أكتريتهم، يعني في قسم كبير منهم مرشحين ومناطقون، وفي بعض النواب كمان بسمح لنفسي أقول ما كانوا جديين، يعني عدم حضورهم بالأمس والتقصير. في البعض بيعتبر إنه أنا رئيس كتلة وبعض منهم رؤساء أحزاب، بين لنا عن طريق إنه البرستيج السياسي ما بيسمح لهم. هلا النواب اللي استهتروا كليا وما حضروا نهائيا كل المناقشات، اكيد هذا نوع من استهتار يعني حكما. من مشرعين راشدين الى تلامذة في الابتدائية، اضطر الرئيس بري الى التدرج في التعامل. عيب نقول وين كنت رايح. لا وقد ما عيت الهم بتقول لا ضايع، يعني كان ظاهر دي او رجع، يعني كان ظاهر اقضي حاجاتي وارجع. حتى هيدي صارت ممنوعه، معيت الهم نصاب، بس لا انا كنت موجود. يعني على الرغم من الطوق الذي فرضه الاستاذ على تلامذته لم يتمكن من الحشد، فأقرت الموازنة بمشاركة أقل من نصف عدد النواب في جلسة هي الأخيرة لنواب استوطنوا البرلمان، وطغت فيها مشاركة المودعين على أولئك العائدين. لائل سعد، قناة الجديد. قانون الانتخاب الجديد يدفع الأحزاب اللبنانية إلى تحالفات غير منطقية، والتيار الوطني الحر نموذجاً. أسبوع وقل مضى على إعلان أسماء المرشحين المدعومين من التيار الوطني الحر، ولم يبرر التيار تحالفاته المتناقضة وغير المفهومة مع أسماء أثارت جدلا واسعا في صفوفه الحزبية. على فرعكم نحن وياكم على لائحة الجنوب الأولى، صيدا جزين، تحالف التيار الوطني الحر، الدكتور عبد الرحمن البزري، الجامعة الإسلامية، الشيخ أحمد الأسير كأي حالة موجودة في لبنان، هو يحق له أن يمارس السياسة والدعوة بالشكل التي يراها تتناسب مع فكره. وش بيحكي عن الاستقلال وبيحكي عن الوطنية، صافي كتير كبير لميشيل معود. ما بعرف ليش العماد عون بمساره السياسي بيعتبر أنه كل ما عمل انقلاب على النظام القائم هو يمكن أن يكون من المستفيدين. طبعا يعني إصلاح وتغيير ما بعرف وين صار، وقتها عم نشوف أنه وزراءه
ساغو من كبار الأغنياء في لبنان بعد كم شهر. عن معهد روم الأرثوذكس رياض الرحال. هل شخص واحد لأنه بده يعمل رئيس جمهورية بعرق كده الدنيا؟ المتطرف والمجنون واللي عم ياخد لكسوتانيل هو اللي عم يجيب على المساحين الخطر. سركيس سركيس بقول لك يا خي المتنة يوم الانتخاب سأل نفسك هل انتخبتوا من آخر الانتخابات لليوم؟ شو عملوا المستقبل ولادك واللبنان؟ ونحن على الوعد يا صاحب الوعد الصادق يلي ما بحياتك خليت بوعدك. أما لافت فكان تحالف التيار مع خصومه المتخاصمين في لائحة واحدة لا تجمعها ولو صورة للذكرى. المعهد الماروني نعمت فريم. مين هو أو مين الطرف ما بتحالف معه بكسر نعمت فريم؟ ما بتحالف مع منصور البون. والسبب؟ شفت منه كتير. كمان الشخص القوي زعفي كتير كبيري لمنصور غانم البون. ليس تحالف التيار الوطني الحر مع من يخالفه الرأي في السياسة والمبادئ على قاعدة الأرقام إلى نقطة في بحر التحالفات اللامنطقية التي نسجتها الأحزاب اللبنانية بضغط من قانون انتخابي لا ينتج عنه إلا قوس قزح ستتلاشى حتما بعد السادس من أيار. كما تلاشى تحالف الحزب مع التيار في جبيل وكسروان ما دفع الحزب إلى التحالف مع مرشحين مدعومين من روجي إدي الذي لا يرى في حزب الله إلا منظمة إرهابية والذي طالب الدولة اللبنانية في تموز 2006 بالقبض على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لتوريطه لبنان في حرب عبثية مع إسرائيل. حدا مؤهل حليف حزب الله بده يعمل رئيس جمهورية؟ الغيت لبنان. حزب الله منظمة إرهابية مصنفة عربيا وإسلاميا ودوليا. حليمة طبيعة، قناة الجديد. النائب وليد جملاط للأخبار والجمهورية، يا ريت عندي حليفين مثل الرئيس بري والرئيس الحريري وباسيل يحاولان محاصرتي. أعلن النائب وليد جملاط أنه وصلت إليه معلومات تفيد بأن معركة رئاسة مجلس النواب لن تكون سهلة وإن هناك استهدافاً واضحاً للرئيس نبيه بري من قبل التيار العوني بتناغم مع الحريري وهذا سيء جداً. وأشاد جملاط برئيس المجلس وقال يا ريت عندي حليفين مثل الرئيس بري وفي ومخلص ورجل دولة. ورأى جملاط لصحيفة الأخبار أن مكافحة الفساد حكي كله حكي، الفساد في لبنان لا يكافح فهو أصلاً يسيطر على كل الطبقة السياسية حتى ما يزعل حدا، وبواخر الكهرباء مثال على صعوبة مكافحة الفساد. المشكلة أن جبران باسيل حاكم بأمره، هو الآمر الناهي اليوم والرئيس الحريري ما بيرد له طلب وما بيطلع من جبران. وعما إذا كان باسيل يملك مشروعاً أم أن الأمر عابر؟ قال جنبلاط نعم يملك مشروع الوصول إلى رئاسة الجمهورية. وعن مؤتمر سادر يضحك جنبلاط طويلا قبل أن يجيب، سموه سادر الأرز، ما قالوا عيني سموه باريس 4 على قد ما كان باريس 3 ناجح، يحلوا عن شجر الأرز فليسموه مؤتمر البلح، منيح البلح. جنبلاط تحدث أيضا إلى الجمهورية وقال عندما أسقطت أنا وصديقي نبيه بر اتفاقية 17 من أيار لم نكن نوابا، الوزن لا علاقة له بعدد النواب فقط. في عهد الرئيس سليمان فرنجية أقر القانون رقم 25/74 في 25 من أيلول لعام 74 ويقضي بتخصيص تعويضات شهرية لرؤساء الجمهورية السابقين ولرؤساء المجلس النيابي السابقين ولرؤساء مجلس الوزراء السابقين والنواب السابقين. اليوم وبعد 44 عاما يقدم الرئيس نجيب ميقاتي مشروع قانون لوقف هذه المخصصات، فهل يبصر النور في المجلس النيابي؟ بقلب قوي تقدم الرئيس نجيب ميقاتي بمشروع قانون يشمله كغيره من رؤساء الحكومات ويشمل أيضا رؤساء الجمهورية ورؤساء البرلمان والنواب السابقين ويقضي بإلغاء مخصصاتهم وتعويضاتهم الشهرية. بدنا ندرسه. أنت شو رأيك فيه؟ لا بدنا ندرسه. فيه نقاش لأنه في رأيين بالقصة. شوف هلأ في نواب
أصحاب رؤوس أموال وشركات بيحملوا. في نواب حقيقة يعني فقراء، وبالتالي هذا النائب اللي خدم 4 سنين أو 8 سنين أو 12 سنة، يعني هذا مش بمعنى الوظيفي، هذا عمل ودفع أثمان. يعني في ناس بيضحوا، في ناس بيبيعوا أرض بيحطوها في عندن، يعني في تكاليف وعباء. لا يجوز ترك هؤلاء اللي وضعا لا يحتمل هذا الموضوع. لا تعليق؟ لا تعليق، خاصة قبل الانتخابات، يعني واضح الهدف. القانون الذي يسعى ميقاتي لإلغائه صدر في 25 من أيلول 74، ويعمل به منذ 44 عاما حتى اليوم، لكن وراء هذا القانون قصة. هذا الموضوع بالذات هذا عمله الرئيس فرنجية بالزمانات طالب فيه لسببين، بسبب نائبين، أفقر نائبين مرقوا بتاريخ البشرية مش بتاريخ لبنان، المرحوم خالي مرشد حبشة، خالد شهاب ومرشد حبشة، وعلى هالأساس تأثر فخامة الرئيس سليمان فرنجية وعمله. هلا هيدا بدها تروح إلى مسابح تانية، لا، نحن إذا العالم الأغنياء مش لازم يكونوا، يجب درس حالاتهم، حتى لو كانوا رؤساء سابقين، حتى لو كانوا وزراء رؤساء حكومات، الغني مش لازم يكون، مش لازم يطلع له مخصصات. أبرز الأسباب الموجبة لإلغاء القانون بحسب مشروع ميقاتي أن مناصب المسؤولين ليست وظائف بالمفهوم القانوني، وإنما نوع من أنواع الوكالة تسند إلى من كلف مهمات دستورية لمدة محددة وتنتهي بانتهاء هذه المدة، وحيث أن المخصصات والتعويضات والزيادات التي طرأت عليها أصبحت عبئاً غير مبرر على الخزينة. مشروع ظاهره محق وباطنه انتخابي، هكذا وصفه البعض، لكن أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا. بعد 15 سنة من وجوده داخل المجلس النيابي، أنه ما يتذكر يتقدم بمشروع القانون إلا ضمن حملته الانتخابية، أكيد بده يلاقي انتقاد. نحن يمكن ما نوصل نكون نواب، يمكن ننجح ويمكن لا، ولكن أبسط شيء ممكن نقول لهم يلا الناس ضمن برنامجنا الانتخابي، أنه نحن رح نوفر على الدولة 50 مليار ليرة سنويا عم تتكلفها نتيجة هيدا القانون. وإضافة لهذا الموضوع كمان تعهدنا أنا والمرشح أنطون حرب ضمن لائحة كلنا وطني عن دائرة البترون أنه نخصص نصف راتبنا لأهالي شهداء الجيش وللصليب الأحمر اللبناني. القانون المعجل المكرر قدمه الرئيس ميقاتي إلى رئيس مجلس النواب قبل 3 أيام، لكنه لم يدرج في جدول أعمال آخر جلسة تشريعية. كمن يقفل باب رزقه بيده ينظر نواب لهذا المشروع، ولنفترض أنه سيدرج يوما ما على جدول أعمال البرلمان، فمن سيوافق عليه سوى طارحه؟ نعيم برجاوي، قناة الجديد. زار القائم بأعمال الاستفارة السعودية الوزير المفوض وليد البخاري والسفير الإماراتي حمد الشامسي مدينة بعلبك، حيث عاينا جامع الملك سعود بن فيصل المعروف بجامع المقاصد في حي الصلح في بعلبك، فيما تعهد القائم بأعمال الاستفارة السعودية بترميم الجامع، ومن ثم انتقلا إلى الجامع الأموي وأديا صلاة الجمعة، حيث أقام الشيخ خالد صلح الصلاة وغادرا من دون الإدلاء بأي تصريح. وهنا المسجد أيضا الآخر إلى جانبنا 50 متر، المسجد أبي الفداء. الحلقة الثانية من وثائقي حكاية طويلة تقدم وجهات نظر المتضررين والمحكمة العسكرية، وفيها سوف يتوجه فضل شاكر إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بطلب، لكن ما تم بثه في الحلقة الأولى مع فضل شاكر أثار الرأي العام، فبماذا يرد الزميل فراس حطوم؟ تعلمت الطبخ وصرت بعدين لقيت حالي انه انا ارهابي. قبل استكمال عرض ثلاثية فضل شاكر في برنامج استقصاء، بدأت الانتقادات تتوجه لمعد التحقيق الزميل فراس حطوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فرأى فريق ان الحطوم يعمل لتبييض صفحة فضل شاكر امام الرأي العام. انا هيك بشوف الصحافة، انك تروح على محل في غموض او في اشكالية وتجرب تجيب اجوبة، احيانا تجيب معلومة، أحيانا توضح التباس، أحيانا توضح وجهة نظر. وأنا قلت وبرجع بقول أنا مشاري سماحة إذا قدرت بقابله توضح وجهة نظره. يؤكد الحطوم أنه لم يتبنى سوى ما صدر عن المحكمة العسكرية بحق شاكر،
وهو ما ستكشف عنه الحلقة الثانية بلسان رئيس المحكمة العسكرية السابق خليل إبراهيم. اللي حضروا الحلقة وعم بيقولوا إنه فيها تبييض بدهم يقولوا لي وين تقدر أقول إذا إيه ولا لا، يعني هلا أنت إذا عم تنقل صوت العالم المعترضين بدك حضرتك تقول لي. مجرد المقابلة مع مطلوب متهم بالتورط مع مين بيقول؟ الجيش. مين بيقول يعني؟ في يعني انحكى انه اهالي العسكريين ممتازين من الحلقه. هيك انا خليني اقول مثلا اهالي العسكريين تحديدا بما انه اكثر ناس معنيين بالقصه ويمكن اكثر ناس لازم ما فيك تتهرب من الرد عليهم، اوكي؟ فاضل شاكر بالمحكمه العسكريه الحكم اللي طلع عليه برأوا من تهمه قتل العسكريين، وبالتالي انا كصحافي بس كنت رايح اعمل مقابله معه، كان هو اوريدي اخذ حكم براءه بملف عبره. انا حاكمه حكم اول شيء 5 سنوات هو ل الكلام على دولة صديقة، هو اللي صرح بالإعلام على الصحف هذا 5 سنوات، وفي الحكم الثاني. زامن عرض الحلقة الحديثة عن العفو العام، وقد رأى النائب نوار الساحلي في برنامج الحدث أن فضل شاكر يشمله العفو للأسباب نفسها التي تحدث عنها حاطوم بقوله إن شاكر برأته المحكمة من تهمة قتل الجيش. فضل شاكر المحكمة العسكرية برأته من قتال الجيش. إذا برأته من قتال الجيش وهو فقط ما كان بمعركة عبر لأنه منتمي لمجموعة إرهابية دون أن يبادر بالقيام بأي فعل، لازم يشمله العفو. وصدف أيضا بعد الحلقة استضافة الإعلامي طوني خليفي زوجة الموقوف أحمد الأسير. بدنا تحقيق عادل وبدنا أن كل اللي شاركوا بالمعركة يكونوا موجودين، وهو ما عده آخرون حملة ممنهجة، ولكن خليفي يوضح أسباب ظهور زوجة الأسير. في موقت الخبرية ولا شو سبب استضافتك لزوجته؟ قولك شو موقت؟ أكيد لا، بس يعني صارت مو معروف أني أنا بلحق الحدث. بارح صادف أنه خلال هذا الأسبوع الأسير بيبعت تسجيل لزوجته أنه هو بده يبلش يضرب عن الطعام ويمتنع عن الدواء، كمان بحد ذاته حدث، وإن تقبل زوجته تطلع بالإعلام يعني نادرا. لفضل شاكر قبل تورطه شعبية كبيرة تتعلق بفنه وأغانيه. حبك يا لبنان يا وطني حبك بشمالة بجنوبة بيسارك بحبك اسألني شو بني وش اللي ما بني اسألني شو أصبح الرجل مدانا بملف قضائي، وإن كان هناك تقصير فهو من الدولة التي لم تحاول توقيفه علما أن إقامته معروفة. يعني فضل شاكر اليوم هو مادة إعلامية، أنا ما عم بعطيه منبر تيدافع عن نفسه، بالعكس نحن عم نعطيه منبر تنسمعه دولة جيبه يحو أنا فت لعنده ليشاني ما بيفوتوا لعنده. صح، إذا صحافي بعمل فردي قدر يوصل عن فضل شاكر على بيته ويعمل معه مقابلة، الدولة اللبنانية بأمه وأبوها وبمؤسساته وبأجهزتها لا مش قادر تفوت عند فضل شاكر. هو معروف وين والدولة بتعرف وين، هو في قصة الفوتة عن مخيم بدها بتعرف مش كرمال فضل، يعني كرمال في كتير ناس مطلوبين أخطر من فضل. تحول فضل شاكر من مطرب محبوب إلى فار مطلوب، أحبته الناس أم كرهته فهو مادة إعلامية، وأجراء مقابلة معه لا تغير في المعطيات القضائية. ولعل الإنجاز الأبرز في الحلقة هو إعادة الرجل إلى الغناء. العمر يعدي لكن الأشخاص والأماكن والأيام هي هي. أما محاكمته وتوقيفه فمسؤولية الدولة. هادي الأمين، قناة الجديد. يخلد الفلسطينيون في 30 آذار من كل عام يوم الأرض، وهي ذكرى تعود إلى عام 76 تاريخ مصادرة الاحتلال الإسرائيلي نحو 21,000 دنم من أراضي الخليل والمثلث والنقب بغرض بناء مستوطنات جديدة، ما تسبب حينذاك بخروج تظاهرات سقط فيها مئات الشهداء والجرحى. في ذكرى يوم الأرض مسيرات العودة تعم مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وسقوط شهداء وجرحى برصاص الاحتلال. كفى للظلم وكفى للجوء وكفى للاحتلال وكفى للحصار. لهذه الأهداف هب الفلسطينيون من كل حدب وصوب واجتاحوا بمسيرات سلمية الشوارع والأحياء في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذكرى يوم الأرض الذي أرادوه هذا العام بمثابة انتفاضة شعبية حملت شعار العودة الكبرى وكسر الحصار. ستتواصل 6 أسابيع تنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 من أيار المقبل، وهو الموعد المعلن لنقل مبنى السفارة الأمريكية إلى القدس.
وجهة المسيرات التي احتشد فيها الفلسطينيون رجالا ونساء شيبا وشبابا وأطفالا المخيمات التي أنشئت قرب السياج الحدودي الفاصل بين القطاع والاحتلال، فانطلقوا بعزم لم يحبطه رصاص العدو الحي والمطاطي ولا قنابل الغاز التي أطلقوها باتجاههم، وتسببت بارتفاع 7 شهداء على الأقل وجرح نحو 600 وفق وزارة الصحة في القطاع. وشاركت جماهير غفيرة في تشييع جثمان شهيد لقمة العيش المزارع عمرو سمور البالغ 30 عاما والذي قضى فجرا بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. واستفزت المسيرات الحاشدة قوات الاحتلال التي لم تتوانى عن قمعها في عدد من القرى والبلدات في نابلس ومحاولة تفريقها بقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، كما وقعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال لا سيما بعد صلاة الجمعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال بعض المواطنين عند حاجز يبعد عشرات الأمتار من الحرم الإبراهيمي ونقلتهم إلى جهة مجهولة. شعبنا الفلسطيني يؤكد اليوم أن كل المؤامرات التي تستهدف القدس وشطب حق العودة لن تمر إن شاء الله. اليوم شعبنا يخرج بكافة جماهيره في قطاع غزة في الضفة الغربية في أراضي المحتلة عام 48 ومن الخارج ليدشن هذه المرحلة الجديدة وليصوب المسار. وأقلقت فعاليات مسيرة العودة الكبرى سلطات الاحتلال ما دفعها إلى تعزيز قواتها العسكرية قرب السياج الحدودي الفاصل ونشر القناصة والآليات العسكرية والدبابات وتجهيز طائرات مسيرة لإلقاء القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل الدموع، وفي خطوة عبرت عن مدى قلق العدو استخدم مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى على رأسهم وزير حرب العدو أفيغدور ليبرمان اللغة العربية لمخاطبة الفلسطينيين في قطاع غزة لثنيهم عن المشاركة في احتجاجات يوم الأرض. بعد الإعلان عون في قداس الكسلي، موازنة غب الطلب، وأسامة لكل الناس. وإلى سرعات صالحة وترند. هيني بأحلام وهيني نقلك شو الأفضل وهيني نقلك لوين فيك توصل وشو فيك تعمل، بس الحقيقة مش دايما هيني. الحقيقة مقابل كل قرار مناسب في ناس قراراتها ما كانوا بمحلو، وفي ناس رجعت عم تبلش من أول وجديد. الحقيقة إنه ما في جواب واحد لكل شيء، بس منشتغل سوا تنوصل للحل الأنسب لإلك، لأنه نجاحك نجاحنا. الحقيقة هي منبلش سوا ومنكمل سوا. BBAC الاهتمام بالفعل. مرحبا. انقسام كبير وجد الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي سبب عرض حلقة استقصائية للزميل فراس حطوم ظهر فيها فضل شاكر، ظهور خلق بلبلة كبيرة بين رافض اعطائه فرصة الكلام على المحطات اللبنانية باعتبارها خطوة لتبييض صفحته ومطالب بإنزال أقصى العقوبات علي اللي كان سبب باستجهاد ضباط من الجيش اللبناني، وبين مين اعتبر هالنوع من البرامج مهم كونه بيعطي فرصة لرؤية وجهة نظر أخرى، خاصة أنه صحافي قدر يعمل شيء ما قدرت تعمله أجهزة الدولة. ومنبلش التغريدات مع حساب تحت اسم رادار يلي اعتبر أنه شو ما يقول فضل مش مهم وبيستحق الإعدام. رانا أبي جمعة اعتبرت هالبرنامج خطوة مهمة لعدم الاستناد فقط إلى روايات الدولة. حساب آخر سأل أنه إذا فضل شاكر بريء وكان نايم أو مخدر وقت هالأحداث كلها، فليش ما بيسلم حاله للجهات المختصة؟ موسى قاسم اعتبر أنه صحيح فضل إرهابي، ولكن عدد كبير من الزعماء السياسيين هن مجرمي حرب وفسادهم السياسي بيضاهي الإرهاب. أما المحلل غسان جواد فاعتبر أنه الهجوم على فراس غير مبرر، لأنه أي صحافي بيصير له يعمل لقاء مع فضل أو أي من المتورطين بقضايا إرهاب مش رح يأثر. أما فضل شاكر فهو غبي وتافه وبرغ صغير بلعبة كانت أكبر منه.
ننتقل لفيديو مؤثر على يوتيوب نشره طفل صغير لنفسه أثار موجة من التعاطف معه. هالطفل طلب من المشاهدين أنهم يتقبلوا الاختلاف الموجود بين الأشخاص وما يعتدوا على أي شخص فقط لأنه مختلف عنهم. وهالحكي المؤثر قاله هالطفل لأنه كان يضل يتعرض لاعتداء ومضايقة من زملائه بالمدرسة كونه بيملك لون عيون مختلفين عن بعض وعنده تشوه بسيط بتمه. ولتشجيع هالصبي الصغير قرر أهله إهدائه بسينة بتعاني من نفس حالته تماما. لقوه بالصدفة على إحدى مجموعات فيسبوك وسافروا من ولاية لولاية ليجمعوا بهالبسينة. كما أنشأوا صفحة له ولا البسينة على إنستغرام ليعلموا أنه هو مش لحاله بالحياة ورح يلاقي كتير أشخاص مثله بتحبه وبتفهمه. Hi man, I'm one of a kind. I have two different colored eyes. I was born with a bilateral cleft lip and palate. But there's more cool things about me. I'm kidding. أما آخر أخبارنا فهو مع فيسبوك يلي عم يجرب بكل الطرق أنه يحتوي المصيبة يلي وقع فيها. وآخر هالخطوات يلي عم يجربها هو إعلانه عن أدوات جديدة بتسمح للمستخدمين برؤية بياناتهم يلي جمع فيسبوك سابقاً عنهم وإمكانية حذفها. وبهالطريقة رح يتمكن المستخدمين من معرفة كل شيء قاموا بفعله على فيسبوك من منشورات إلى ردود فعل إلى تعليقات قاموا بوضعها أو حتى أمور قاموا بالبحث عنها وإمكانية حذف أي شيء ما بدهم إياه يظهر بالملف الشخصي. يذكر أنه أسهم فيسبوك انخفضت من 16 أدار بنسبة 18%. ومع هالخبر أنا بدي أودعكم. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات. وعلى أكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. تخوف جملاط على الرئيس بري من الرئاستين الأولى والثالثة يبدده اتصال من الحرير باتجاه عين التيني ولا نية عند الحرير للتآمر على حليفه جملاط. ما خرج رئيس اللقاء الديمقراطي من مساحته الافتراضية إلا وخلط الأوراق وأعاد لملمة الحسابات السياسية، فعلى الرغم من تحالف الحزب الاشتراكي مع تيار المستقبل على مستوى كل الدوائر إلا أن انقلاب الرئيس سعد الحريري جزئيا على التفاهم الانتخابي في البقاع الغربي دفع النائب وليد جنبلاط إلى اتهام الحريري بنكران جميل اللواء أنطوان سعد وبعدم حفظ موقف سعد يوم تمرد على قراره بالتصويت إلى الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 مصرا على الوفاء للحريري. وهذا ما أجاز لجنبلاط أن يتمنى لو كان له حليف ثان كالرئيس نبيه بري الذي وعده بعدم خوض غمار السباق على المقعد الدرزي في بيروت ووفى. احنا بالبقاع الغربي صحيح اللواء سعد لم يكن على اللائحة، بس اللائحة المقابلة فيها التيار الوطني الحر والرئيس بري وإلي الفرزلي. يعني هيدي إذا ما في تحالفات بمعنى اصطفاف سياسي ضد الرئيس بري أو اصطفاف سياسي مع فلان، في بكل منطقة فرض هذا القانون نوع من التحالف الهجين. هلا أما بمقعد بيروت صحيح الثنائي الشيعي لم يرشح درزيا، بس اللي بده يطلع هذا النائب هو تيار المستقبل. يعني كمان أنا بفتكر في شوي من نوع الضغوطات اللي عم تصير خلال الانتخابات عم تخلق جو من هيك الطبق، يعني من المراهنة على أنه كأنه في شيء يحاك بالخفاء. لا يوجد أي شيء يحاك بالخفاء. شو السبب اللي خليكم تخلوا بالوعد؟ ما خلينا بأي وعد. نحن في تركيبة لائحة صارت وتركيب اللوائح قد يظلم بعض الأشخاص. أنت بتعرفين ما رأيت علي بال 2009 ما صار في مشكلة. بصرف النظر عن استشعار جنبلاط بمحاولة ثنائي العهد فرض حصار عليه، إلا أنه مقتنع بأن الرئاستين الأولى والثالثة تستهدفان الرئيس نبيه بري، كلام سارع بعده الرئيس الحريري إلى الاتصال بالرئيس بري مجددا له العهد. ما في حدا ممكن يستهدف الرئيس بري لأنه الرئيس بري له حيثية سياسية مستقلة وما عم بيوصل على رئاسة المجلس لا بفضلنا ولا بفضل غيرنا، بفضل انتخابات نيابية عم بيخوضها وعنده كتلة نيابية وزنة اللي هي عم تأيده. ونحن أيضا لا يمكن أن نتنكر للدور التشريعي اللي عم يلعبه الرئيس بري. فعلى الإطلاق ما في عند الرئيس سعد الحريري أي نية
بهذا الموضوع، وصار في اتصال اليوم أيضا لتأكيد هذا الموقف النهائي من موضوع الرئيس بري. ما في أي نية عند سعد الحريري للتآمر أو لخلق تحالفات تؤدي إلى محاصرة وليد بيك جنبلاط. الوزير باسيل في نظر جنبلاط حاكم بأمره، والحريري لا يرد له طلبا، كلام يرى المستقبل فيه وجهة نظر، لكن لا حول ولا قوة. ما في ضرورة لأنه نرجع لأجواء انخربت الأمور. اللي عم بيقوله الوزير جنبلاط يمكن محق ببعض النواحي، لكن هذا يتم معالجته ضمن الأطر الموجودة وبالتفاهم مع كل الأفرقاء، ومش بالضرورة إذا كنا نحن مع التيار الوطني الحر أن نكون ضد الوزير جنبلاط. عم بتحضروا لي مساندته بالمعركة الرئاسية المقبلة؟ أي شخص اليوم بيعتبر أنه هو مرشح له حق، بس أي شخص بيقدر يضمن هذا الفريق أو ذاك أنه يصوت معه في مبالغة. جولات من الحروب التويترية السابقة شنها الاشتراكي على المستقبل، إنما في حرب القانون النسبي هذا حرب شملت كل الأحزاب والتيارات، إنما على القطعة حروب تحتكم للمصالح الانتخابية والأصوات التفضيلية. رواند أبو خزام، قناة الجديد. غرد النائب وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا: هل صحيح أنه يجري في مطار بيروت توقيف مواطنين عائدين من السفر أو مسافرين بحجة محاضر مخالفات سير، وبالتالي يسجنون إلى أن تسوى الأمور؟ وأضاف: للمناسبة المدعي العام لا يعمل السبت والأحد، فيبقى المواطن موقوفا، أليس أفضل سجن كبار القوم ومرافقيهم الذين يهينون الناس لدى مرورهم ويستفزون الشعور؟ الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي أحيت يوم الجمعة العظيمة، وجامعة الروح القدس الكاثوليك أقامت رتبة سجدة الصليب بحضور الرئيس ميشيل عون. شارك رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في رتبة سجدة الصليب في جامعة الروح القدس في الكاثوليك، إلى جانب عدد من الوزراء والنواب وقائد الجيش وحشد من الشخصيات السياسية والأمنية. ورأس رتبة الصليب الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم، وكانت عظة الهاشم بعيدة من السياسة وأقرب إلى حث الإنسان إلى العودة إلى إنسانيته الحقة. وبعد انتهاء الرتبة انتقل الرئيس ميشيل عون والأباتي الهاشم إلى قاعة جانبية، وانضم إليهما الرئيس أمين الجميل والوزير جبران باسيل، حيث دارت أحاديث تناولت المستجدات على الساحة المحلية، ثم انتقل الحاضرون بعد اكتمال عقد المدعوين لتناول الغداء. أقامت لائحة لكل الناس مهرجانا سياسيا في باحة مركز معروف سعد الثقافي بحضور حشد شعبي وسياسي، وألقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد كلمة أكد فيها أن المعركة هي معركة الوطن ومعركة الناس، لا مكاسب ولا مناصب فئوية ولا خاصة، هي معركة وطنية لتصعيد النضال وتحقيق إنجازات لشعب عظيم. لنفوز وليفوز برنامجنا، لا ننافس من أجل إلغاء أحد أو محاصرة أحد، كما أن أحدا ليس بمقدوره أن يلغينا أو أن يحاصرنا. للتغيير الذي نتطلع إليه ضرورات واشتراطات، ما بين صيدا وجزين والريحان المقاوم، إهمال الدولة وغياب التنمية المتوازنة وصعوبات العيش والبطالة والكساد، ما بين صيدا وجزين ما صنعه الناس سويا وما سيصنعوه في قابل الأيام. لنتقدم سويا رفضا للطائفية والمذهبية والمناطقية والفئوية. في 6 أيار سوف تذهب الناس إلى صناديق الاقتراع
لتحدد المسؤوليات وتضبط المسؤول ولتقول كلمتها، وهي الكلمة الفصل لصالح لائحة لكل الناس. الفوز حليف الأحرار والصادقين والمناضلين، الفوز حليفكم. رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال كاسترو عبد الله يحذر السلطة من السياسات المالية المعتمدة، ويطالب حيتان المال بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي، منتقدا إقرار موازنة غب الطلب من أجل المؤتمرات الدولية. لم يعد بالإمكان السكوت عن ما نعاني منه من سلوك هذه السلطة بكل أطرافها ومكوناتها. هرعوا لإقرار الموازنة غب الطلب بعد عشرات السنوات دون أي موازنة كان سيد الموقف فيها نحب المال العام والصفقات. وهنا أيضا نتوجه إلى نقابة موظفي الضمان الاجتماعي زملائنا بأن يتحملوا مسؤوليتهم في الدفاع عن الضمان والمضمونين. نعم، إن هذا الواقع يفرض علينا التحرك والتصدي لهذه السياسات دفاعا عن حقوقنا. بعد الإعلان عودة سلاح جاستا وأبو مازن الممانع. أهلا بكم من جديد. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يرفض صفقة القرن. نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر دبلوماسية غربية أن الإدارة الأمريكية غير قادرة على طرح مبادرتها للسلام والمعروفة بصفقة القرن بسبب ممانعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشديدة. وقال دبلوماسي غربي رفيع المستوى: موقف عباس وضع واشنطن أمام شريك واحد هو رئيس مجلس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، وبلا أي شريك فلسطيني أو عربي، فأي طرف عربي لن يتقدم للاشتراك في خطة أمريكية جوهرها حل القضية الفلسطينية من دون مشاركة السلطة الشرعية الفلسطينية. وأكد دبلوماسي آخر أن واشنطن أجلت عرض خطتها وطلبت إلى دول أوروبية إقناع الفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات، لكن الأطراف الأخيرة طلبت تعديل الخطة كي تكون مقبولة للطرفين. ولفتت المصادر إلى أزمة تواجه إدارة الرئيس الأمريكي، ففي حال بقاء المبادرة على حالها فإن عباس لن ينضم إليها، وفي حال جرى تعديلها لطرد الفلسطينيين فإن نتنياهو لن ينضم إليها. وفي تصريحات هي الأولى من نوعها التي تصدرها واشنطن رسميا حول إمكان عدم قبول الرئيس الفلسطيني الحالي كممثل أساسي للفلسطينيين في مفاوضات محتملة مع العدو، أشار السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان إلى أن هناك جهات فلسطينية سترغب في خوض المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين في حال مواصلة محمود عباس رفض ذلك. وقال فريدمان في تصريح لجريدة سبع الإسرائيلية: إن الوقت لا يتوقف، وإذا لم يهتم عباس بإجراء المفاوضات فإنني على يقين بأن هناك من سيريد ذلك بدلا منه. وكان عباس قد وصف فريدمان بابن الكلب والمستوطن ردا على انتقادات لاذعة وجهها إلى السلطة الفلسطينية. حاول السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان التخفيف من حدة التصريحات التي أدلى بها إلى إحدى الصحف الإسرائيلية، وفيها أن بلاده لا تسعى لاستبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضح فريدمان في تغريدة نشرها على حسابه على موقع تويتر أن تصريحه الذي أثار ردودا فلسطينية غاضبة جرى اقتباسه على نحو غير صحيح، وأكد: لا تسعى الولايات المتحدة لاستبدال محمود عباس، فهذا يعود إلى الشعب الفلسطيني. وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد نقلت عن فريدمان قوله لصحيفة شفعي، وهي نشرة توزع في المعاهد الدينية في إسرائيل، إنه إذا لم يرضى عباس بالعودة إلى المفاوضات مع إسرائيل فإنه سيأتي من يقبل بها. قاد أمريكي يرفض إسقاط دعاوى تستهدف المملكة العربية السعودية على خلفية احتمال تورطها في هجمات الحادي عشر من أيلول.
لم تنجح الصفقات السعودية بمئات مليارات الدولارات مع الولايات المتحدة في وقف الدعاوى المرفوعة بموجب قانون جاستا على المملكة العربية السعودية لاحتمال تورطها في هجمات 11 من أيلول. وفي آخر التطورات، رفض قاض فيدرالي أمريكي إسقاط دعاوى تستهدف السعودية على خلفية دور مفترض لها في المساعدة على تنفيذ هجمات عام 2001. وفي حكمه قال القاضي جورج دانييلز بالمحكمة الجزائية الأمريكية في مانهاتن أن مزاعم رافعي الدعوى توفر أساسا معقولا له لتأكيد الاختصاص بنظر الدعاوى بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب. وقال القاضي أن رافعي الدعاوى قد تقدموا بأساس معقول في حججهم. ويتيح جاستا لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول التي أدت إلى مقتل أكثر من 3000 شخص مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأمريكية، ولا سيما السعودية التي شارك منها 15 مواطنا سعوديا في تنفيذ الهجمات. ويتيح القانون أيضا المطالبة بدفع تعويضات مالية للضحايا قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. وكانت السعودية تتمتع بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية بهجمات 11 أيلول، لكن ذلك تغير عندما تجاوز الكونغرس في أيلول 2016 حق النقد الذي يتمتع به الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، وأقر قانونا يسمح باستمرار تلك القضايا. من يربح ومن يخسر في حال سحب ترامب القوات الأمريكية من سوريا؟ في إعلان وصف بالمفاجئ والكبير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه بأوهايو إن بلاده ستنسحب قريبا من سوريا وتترك الآخرين يهتمون بالأمر. لقد هزمنا داعش، سوف نخرج من سوريا قريبا جدا ليهتم الآخرون بشأنها، قريبا جدا جدا سنهزم داعش على نحو كامل وسريع، وسنخرج من هناك قريبا جدا ونعود إلى بلدنا حيث ننتمي ونريد أن نكون. إعلان الرئيس الأمريكي المباغت قابله تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إذ أعلنت أن وزارة الخارجية لا تملك معلومات بشأن تصريحات ترامب حول خطط الخروج من سوريا. أكثر من 2000 جندي أمريكي ينتشرون في شرق سوريا، حيث يساندون جماعات مسلحة محلية أبرزها فصائل كردية. وفي حال نفذ ترامب قراره، فإن المستفيد الأول من ذلك هما روسيا وإيران، اللتان تنشران قوات مسلحة في أرجاء واسعة من سوريا. أما الخاسر الثاني فدول الخليج، لا سيما السعودية التي ابتزها ترامب بمئات مليارات الدولارات كصفقات أسلحة بذريعة درء ما تقول إنه خطر إيراني. فهل يقدم ترامب على تثبيت الوجود الإيراني في سوريا؟ وهل يقدم على فتح حوار معها على غرار ما ينوي فعله مع كوريا الشمالية، فيتكرر سيناريو سابقا عقدت في خلاله واشنطن صفقات تسلح مع اليابان وكوريا الجنوبية بمليارات الدولارات بذريعة درء الخطر النووي الكوري الشمالي، ثم قررت فتح حوار مباشر مع بيونغ يانغ. اتفاق على خروج مسلحي جيش الإسلام من منطقة دوما في الغوطة الشرقية والأخير ينفي. أعلن الجيش الروسي التوصل إلى اتفاق مع مسلحي جيش الإسلام في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية يقضي بانسحابهم منها، وفق وكالة أنترفاكس الروسية. التلفزيون السوري لفت بدوره إلى معلومات أولية عن قرب التوصل إلى اتفاق يسمح بخروج مسلحي جيش الإسلام من دوما إلى إدلب، لكن المتحدث باسم جيش الإسلام حمزة بيرقدار نفى على صفحته في تيليجرام صحة ما تتداوله وسائل الإعلام عن الاتفاق. وأعلن مصدر رسمي سوري أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا تعثر الاتفاق. هذا وأفاد مصدر عسكري سوري أن نحو 29,000 مدني غادروا منطقة دوما في الأيام الماضية عبر الممر الآمن الذي فتحه الجيش السوري في مخيم الوافدين، فيما أحصت وزارة الدفاع الروسية خروج أكثر من 143,000 شخص من الغوطة الشرقية منذ بدء عمل الممرات الإنسانية. كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن رئيس مجلس الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك لبى دعوة وكالة المعلومات والأمن الخارجي الإيطالية، فالتقى نظيره الإيطالي ألبرتو مانانتي في روما في كانون الثاني الفائت في زيارة سرية، مؤكدة أن توجهه إلى إيطاليا يعد انتهاكا للعقوبات الأوروبية. وأوضحت الصحيفة أن إيطاليا وضعت طائرة خاصة في خدمة مملوك ناقلة عن ثلاثة مصادر على اطلاع على مجريات
جريات الأحداث السورية، بينها عميل استخباري يوجد في دولة مجاورة لسوريا تأكيدها حصول الزيارة. وبيّنت الصحيفة أن هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها مملوك إلى بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن زيارته السابقة اقتصرت على بلدان في الشرق الأوسط أو حليفة لسوريا. أوضحت أنه سبق لمملوك أن توجه إلى الأردن ومصر وروسيا والعراق والسعودية، مشيرة إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى وضع حد لعزلة النظام وتحريك عملية تطبيع معه، وبالتالي تحويل الانتصارات العسكرية إلى دبلوماسية. وإلى دارين شاهين وفن الخبر. مرحبا. برعاية وحضور رئيس الوزراء سعد الحريري، كرمت ليبان بوست المصمم العالمي اللبناني إلي صعب بطابع بريدي، وذلك ببيت بيروت بالسوديكو. وكان لا كاميرا الجديد هاللقطات من تبع سوا. ضمن سلسلة ليبان بوست للطوابع البريدية التكريمية، وبعد تكريمها العام الماضي رجل الأعمال اللبناني العالمي كارلوس غصن، كرمت السنة ليبان بوست برئيس مجلس إدارتها خليل داوود المصمم العالمي اللبناني إلي صعب. لأنك خيطت وحملت علم لبنان وين ما رحت. بيروت كانت دائما وسط أعمالك، ولبنان كانت دائما بوسط قلبك. أما بالنسبة لليبان بوست فلا شكر على واجب. ما تنسوا إنه نحن كمان نحمل اسم لبنان، نحن بريد لبنان. الوالد الله يرحمه كله يعني حامل قضية إليه ومسك بهالصدارة ودائما كان فخور فيه. فلبنان فخور فيك اليوم إليه، ودائما فخور فيك لأنك أنت قدوة للشباب اللبناني. اللي يمكن البعض بيفقد أمل، ولكن بس لما نشوف شباب مثلك عملوا اللي عملته بيفهموا انه هن كمان قادرين. فانت مثل سامبول لهالناس لهالشباب، وان شاء الله دائما تبقى هيك في القمه. واعرف انه كل اللبنانيين فخورين فيك، الدوله فخوره فيك، وخاصه واكثر شيء بحبه بلي باي ذا واي هو انه اللي مع كل هالشهره ضلوا الي. لبنان عوزنا، نحن بالفعل ما عاوزين لبنان، ونحن كل شيء بميزنا ببلدنا بلبنان هو الإنسان. الإنسان اللبناني هو الإنسان المميز، وبحس أنا كل واحد منا لازم من نجاحه يعطي لبلده، لأن بلدنا بعيش من وراء نجاحات الشباب تبعه، هو يلي مخليه على الساحة العالمية كل الوقت. هيدا كان كل شيء بالنسبة لنشرة فن الخبر. كان في النشرة فلسطين فوق الأرض في أكبر مسيرات يوم الأرض. يؤكد اليوم أن كل المؤامرات التي تستهدف القدس وشطب حق العودة لن تمر إن شاء الله. بري اعتقل النواب لإقرار الموازنة ومنعهم من بيت الخلاء. عيب نقول هيك تراي. تحالفات التيار لا تركب على قوس قزح. ونحن على الوعد يا صاحب الوعد الصادق يلي ما بحياتك خليت بوعدك. غطاس خوري الجديد لا نية لمحاصرة بري. ما في حدا ممكن يستهدف الرئيس بري، لأنه الرئيس بري له حيثية سياسية مستقلة. ميقاتي يقترح وقف المخصصات، فمن يوافق؟ في نواب حقيقة يعني فقراء. حلقة فضل شاكر تثير الرأي العام، فبماذا يرد الحطو؟ فضل شاكر بالمحكمة العسكرية الحكم اللي طلع عليه برأوا من تهمة قتل العسكريين. حبك يا لبنان يا وطني حبك. والسوشيال ميديا تنقسم على ظهور الفنان المتهم. وفن الخبر إلي صعب.
لبنان فخور فيك اليوم اللي إلى هنا نأتي لنهاية هذه النشرة. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وعلى تويتر الجديد نيوز. شادي يعود ويلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء. إلى اللقاء.